أزول تحية النصر إلى المواطنين الأحرار المناضلين المغاربة. اليوم عبد المدير مصطفى العامري مع المناضل الحر أحمد فنان سيتم حرق علم اليوطي تضامنا مع الصحفي الحر عمر الرادي. الكلمة الأخ أحمد فنان. الأخ عمر الرادي صحفي يعني كيقول واحد الكلمة حرة، إنسان حر، فتم إلقاء القبض عليه فقط لأن للرأي ديالو السياسي أو الرأي ديالو اللي احتمج سياسي بعض المرات. فاحنا اليوم سيتم تقطيع علم اليوطي، غنقطعوه قدامكم وغادي نحرقوه، لأن علم اليوطي كيبقى علم اليوطي ماشي علم ديال المغاربة. حنا ما قطعناش العلم ديال المغاربة، ما غنقطعوش، غادي نقطعوا العلم ديال اليوطي، العلم ديال الاستعمار الفرنسي، العلم اللي كيمثل محمد السادس، محمد السادس المجرم. هل العلم ديالك محمد السادس المجرم تو في فرنسا ديالك غادي تقطع الان، والان غادي نبداو في مراسيم تقطيع هذا العلم المغربي. بلاتي اولا نوريه ليهم بزاف باش يقولوا واش داك اللي راه كنكذبوا عليه. ها هو ياك، هو هذا هو العلم ديالك الديكتاتور، ها هو العلم ديال فرنسا. بسم الله. تضامنا مع الصحفي الحر عمر الراضي اللي غتقرع على الدنيا، اللي تعتقل من الآلة الديكتاتورية لا شيء، لأنه قال كلمة حق قال لك بأن الديكتاتور فاسد هو سبب التفقير، هو سبب تهريب الأموال، هو سبب تهريب الحشيش. عمر الراضي قال كلمة حق كصحفي ليس بمجرم. المهم غادي نقطعوها، كنا بغينا نديرو هاد العملية على برا، ولكن جات الشا، ولكن مني نوينا باش نحرقوه ونقطعوه جينا للداخل ديال الدار، لأن الشتا بزاف ما غاديش نصوروا، ما غاديش نقدروا نحرقوا. اوكي قطعوه، غادي نقطعوه للطروفه صغار باش يتم الحرق ديالو. هاكا قطعت انت يا شد شي طرف انت قطع. نقطع هذا العالم ديال اليوطي. قطع 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 زيد شظايا صغيره الاخ. نعم شظايا صغيره. قطع قطع زيد عاوتاني. قطع هذه قطعت انا، قطع انا قطع شد الديكتاتورية. الديكتاتورية هكذا غادي تمشي، الديكتاتورية غتحيد بحال هكذا، الديكتاتورية بالتقطيع، وكلهم خواتها ديال الديكتاتورية، العملاء ديال فرنسا غادي يمشيو، غادي يتحاكموا. غادي تشد معاك، غادي تشد معاك. اوكي. اوكي سالينا من بعدا. نزيد طريفات صغار. طريفات صغار. شفتوا عليه بعدا، شفتوا عليه. لحظة باش لا يمثلون العالم ديال اليوطي، لا يمثلون. غادي نقادوها شويه الصور لهنايا باش يمكن لينا